ضمنوا مطالبهم ملبية بذلك نداءات جمعية حماية مستعمري الجوية الجزائرية التي دعتهم عبر مواقع التواصل لإيصال مطالبهم والتي تنص أهم بنودها عن تخفيض أسعار التذاكر من وإلى الجزائر وتحسين الخدمات المقدمة من قبل موظفي الشركة وكذا مطالبة السلطات بفتح خطوط جديدة لمدن جزائرية أخرى وكذلك خطوط بحرية تربط الجزائر ببريطانيا وقد تلقت تجاوبا لا بأس به من قبل الجالية التي تجمهرت حاملة لافتات مندّدة وأعلام جزائرية وقد أكد السيد صالح محمد معريش الناطق الرسمي للجمعية أنه قد تم تسليم رسائل تتضمن مطالب الجالية لكل من رئاسة الجمهورية والسفارات الجزائرية بالخارج وكذا مقرات شركة الخطوط الجوية الجزائرية بكل من لندن وباريس ولسوء الحظ لم تتلقى الجمعية أي ردود ما عدا رسالة شكر ومساندة من قبل السيد نور الدين بالمداح رئيس فيدراية جمعيات الجالية الجزائرية بالخارج. إذن إليكم سيدتي وسادتي لقطات من هذه الاحتجاجات. رانا مقيمين هنا في هذه البلاد ورجينا هنا تلمينا كاع الجالية تاعنا باش نطالبوا بواحد الحقوق ما رانا طالبوا عطونا سكنة ما رانا طالبوا عطونا تراب ما رانا طالبوا بحوايج كبار طالبوا كما يقول فادي يا راجيري باش نقصنا في هذه المشاكل اللي رانا عايشين فيها لأن الناس هنا راه عندها 4-5 دراري باش تقدر تحبط حتى تشوف والديها يعني لا رانا حابين يعني يا راجيري تاخذ يعني قرار باش تنقص في هذا تنقص في هذا الليتيكي هذو اللي راهم بزاف غاليين وتنقص الفوضى اللي راهي صاريه تحب تحبط البلاد لازم تبوكي من جونفي وانت هابط في جويي هاد المشاكل هادو نورمالمون يتنحاو ونطالبوا بهذا الوزير يعني يجي يشوف هنا الجاليه تاعو شنو خاصها الوزير السفاره القنصليه كاع يجي يشوفوا الجاليه السلام عليكم بون نحن مجتمعين رجال ارانجيري يعني تفكروا بزاف لي بي تاعهم لي باغي تاعهم بون بور اون فامي كي ا ان مومبر ولا دو مومبر ولا تخوا مومبر ما يقدروش يتوصلوا باش يروحوا مره في العام يروحوا يطلعوا على والديهم ولا يطلعوا على فاميلاتهم يعني سوا يصرحوا كاشي ما عباليش انا دوك في كومباني يروحوا تما يحلوا لهم مجال كيما المغاربه كلهم يهبطوا ب 50 في 60 ولا يهبطوا في لي بري تاعهم هما ما طالقين لي منا ني منا حاكمين اير الجيري حاكمه رايروبو وكل يا خويا هذه هي كي واش راح نقولوا يعطيكم الصحه اختي إذن مشاهدي الأعزاء كان هذا جانبا من الوقفة الاحتجاجية التي نظمت هنا بلندن نأخذ أول مكالمة ولدينا نادير على الخط وهو ناشط إعلامي باليوتيوب أخي نادير أنت كنت بالوقفة هذه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أخويا عادل وش راكم؟ الحمد لله كيف حالك؟ ولله الحمد لله الحمد لله على كل حال أنت تعد ناشط إعلامي باليوتيوب يعني وأنت كنت قد شاركت في تنشيط يعني هذا الاحتجاج أولا يعني لا. كيف كانت يعني الردود كيف كان الاحتجاج وكيف كان يعني يعني كان جمهور كبير ولا يعني كيف كان الحضور؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله اولا قبل كل شيء يعني نشكر جميع اللي حضروا الوقفه هذيك نشكروهم يعني شكر جزيل وكما شفت في خويا عادل في الفيديو جاءوا هناك عائلات يعني ماشي حتى اشخاص هذاك وحدهم ولا قال غلي سيدي باتر ولا كما نقولوا كان بالك بزنازيه ولا حتى العائلات جاوا باطفالهم وكان اطفال جاوا وهضروا واحد يعني طفل اللي هضر معايا انايا كاينه في الفيديو الاخر قال لك اربع سنين مسكين باش يحبط البلاد ما قدرش هذا ولد صغير يهضر ويقول اربع سنين ما حبطناش الجزائر
شوف يعني الحالة وين وصلتها العائلة الجزائرية هنا في بلاد الغربة، يعني ما كفاش الغربة وزيد يحرموا العائلات بزيارة الأهل والوطن. هذه ما صارت حتى بالكامل. البلدان يشجعوا جالياتهم أنهم يجوا ويجوا ويجيبوا معاهم العملة الصعبة ويجيبوا معاهم يزيدوا يعني هما الطرف باش ينميوا الاقتصاد تاع البلاد تاعهم. احنا لا احنا يزيدوا ينفرونا ويبعدونا ويكرهونا في الجزائر بهذه المعاملات وهذه الممارسات اللي راهي تقوم بها هذه الشركه. هذه ماشي شركه، هذه امبراطوريه. لا امبراطوريه حاكمينها مافيا دايرين فيها واش يحبوا. احنا على كل حال هذه الوقفه هذه كما قلت خويا عادل نعم الحمد لله ما كناش متوقعين ان يجوا هذاك العدد، ولكن الحمد لله جاءوا لباوا النداء. وان شاء الله بالك اذا كانت هناك وقفات واحد اخرى يزيدوا يجوا اكثر واكثر، لان هذا الامر يهم الجاليه ككل. ماشي لازمش يقول لك انا اقتراسي ولا وكاين الناس يعني هضرت معاهم قال لك انا هما مقاطعين من الخطوط الجويه الجزائريه، وقال لك صح جينا نيف برك هكذا كما نقول احنا الجزائريه جينا نيف نوقفوا هنايا مع العائلات اللي راهم متضررين. يعني شوف كان هناك تضامن وكان هناك تفاهم بين الجزائريين، ولكن احنا ماذا بينا يكون العدد اكثر. يا اخي نادر انا سمعت يعني مسؤولي الخطوط الجويه هنا يعني بلندن كما تشاهد انت على الفيديو، يعني انتم علقتوا مطالبكم على الواجهه يعني واجهه المحل، يعني هما يعني تشائموا يعني وكانوا تشائموا بهذا يعني ما عجبهمش الحال وقالوا بانه يعني ما كاش عندكم الحق تعلقوا هذه اللافتات، يعني ما رايك في هذا القول؟ يا اخي هادو لافتات وجيناهم يعني لافتة تعلقها علقناها يعني في اسمه وجيناهم. كانت شوف هي كانت دوكا شفتوا كاع لا شافوا لا فيديو لي فيديو كاع شافوهم مسيرة ماشي احتجاج سلمي 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 الى ابعد الحدود اللي يقدر الواحد يتصوره. حتى باش رفعنا صوتنا ودرنا ضجيج ما درناش باش ما نجينيوش الناس وباش ما نصدعوش يعني بالك كاين هناك سكان بالك كاين واسمه. والله العظيم حتى باش رفعنا صوتنا ما رفعناش. لو كان جينا عنفيين يقول لك هادو عنفيين وبالك راح يكسروا صح بطريقه سلميه الى ابعد حدود. هذا علقنا بطريقه حضاريه درناها في الاخر حتى باش الناس تشوف المعاناة ما هي شغل كما نقول لك حجم المعاناة اللي راهي تعاني فيها الجالية في الغربة. وواحد ما يحوس عليهم واحد ما يسقسي على أحوالهم وكأننا حنايا اللي رانا في الغربة عايشين لا بيل في عايشين. يقول لك هادو خليهم راهم في أوروبا ولكن رانا في أوروبا ولكن مازال حاملين الجواز السفر الجزائري مازال عندنا الجنسية الجزائرية ومن حقنا نطالبوا بحقوقنا سلميا نطالبوا بحقوقنا حضاريا ما نكسروا ما نعرضوا ما نسبوا. لو كان جاوا هما يعني ناس عقلاء ويعرفوا كيفاش يسيروا حتى التسيير ما صفر. يعني اخي نادير حتى المطالب هذه نعم. لا تعتبر يعني مطالب فوق العاده، يعني الناس راهي تطالب باشياء يعني كتخفيض اسعار التذاكر وكذا فتح وكالات اخرى في مدن يعني كبرمنغهام ومانشستر مدن اخرى يعني في بريطانيا، يعني هي مطالب يعني كما يقولوا معقوله. والله العظيم يا اخويا عادل هذه المطالب هي يعني تحت السقف اللي طلبناها. ما حبيناش نكبروا الحالة وندخلوا في أمور تاع فساد وتاع يعني باش ما تكونش هناك أمور شخصية. احنا ما احنا يا شوف ما كما يقول لك التارجت تاعنا ما راهو شخصي يعني نتهموا أشخاص ولا رانا حبينا نسقطوا رؤوس ولا ما هذه كاع ما راهيش في الحسابات تاعنا.
ما طال لي بان جد 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 لو كان زعما جات صحافه الاجنبيه تقسينا تقولنا وعلاش راكم واقفين هنايا واش هو البروتست تاعكم يعني الاحتجاج تاعكم شنو هي المطالب تاعكم لو كان تقول له برك خفض الاسعار وبالك سبحان الله يدهش يدهش يقول لك يعني درتوا هذا قاعد من اجل خفض الاسعار شوفوا لحقنا هذه مطالب يعني لو كان جاء اي واحد يقدر يلبيها يعني ناخذ مثلا شركه بريتيش ايرويز يعني كي تشتري معها تذكره يعني في رحله رايح موسكو مثلا موسكو نعم. تخلص 350 جنيه يعني والجزائري يعني الجزائري كي يمشي لنفس الشركه يعني بريتيش ايرويز يخلص من 400 و500 و600 جنيه يعني موسكو يعني تعتبر رحله يعني تفوت 8 ساعات يعني ماشي والرحلة تاع الجزائر يعني أقل من 3 ساعات يعني ما هو المنطق يا أخي عادل المشكل ما راهوش في موسكو ولا في المشكل راهو في التسيير راهو في النية الخالصة لخدمة هذا الشعب هذا ومن بينهم الجالية ما كانش هناك نية يا سيدي هما ما قدروش يا خويا عادل هما ما قدروش ما قال بالك عندهم ما على باليش هنايا على الاقل يسيو راهم يقولوا احنا عندنا اقتصاد حر وعندنا رانا حابين ندخلوا في 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 في, في منظمه التجاره العالميه وما شابه ذلك ولكن هما مازال اقتصاد شمولي ويحطوا دامود باش تكون الجزائر عضويه في التجاره العالميه يعني أخ نادر أخيرا يعني كيف تنتظرون يعني تجاوب السلطات المعنية ماذا تنتظرون من السلطات المعنية الآن؟ والله يا أخي أنا نشك أنهم يتجاوبوا يعني هادو لا ما تنفعش معهم سياسة الاحتجاج ولا هذا لازم كما أقول لكم هما مصيروا الشعب هذا بالعصا يعني بالك العصا لي من عصا حتى هما ولا عصاو بالك الشعب ثاني كيولي يتمرد ويولي طالب الان ولا ما داروش الاخر يولوا طالبوا بالمقاطعه ديركت انا واحد نروح لايروبور في الجيشي تاع وسمو ونحط لافته قاطعوا خطوط الجويه الجزائريه. نادير الناشط الاعلامي بيوتيوب من لندن نشكرك جزيل الشكر. لدينا مداخلة أخرى من أحد الناشطين كذلك والذين يعني كانوا ناشطين بباريس وهو أخ صالح وهو أحد الناشطين يعني اللي قاموا بهذه التظاهرة. أهلا بك أخي صالح. السلام عليكم أخ عادل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخي صالح. نعم. أنتم كنتم يعني متواجدون في باريس يعني كيف كانت المشاركة هناك؟ يا أخي الكريم في باريس كانت يعني الجالية استجابت للنداء وكانت حوالي 300 مشارك في التجمع. تجمع جو يعني من مختلف شرائح المجتمع. وكانت التنديدة تاعهم النقطة الأولى اللي يتكلموا عليها هي نقطة الأسعار. نعم. بالطبع الجالية عندما ترى يعني جيراننا في المغرب وفي تونس يروحوا لأهلهم في كل وقت وإحنا عندنا مشروع السنة هو مشروع زيارة الأهل. وصل بهم الحال انهم يطالبوا باللي كاين مشكل خاصه واننا اليوم في 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 في, في هذه المنافسه في النقل الجوي وصلت فيها حتى مرات نسمعوا بناس يروحوا ب 10 اورو ب 20 اورو ب 30 اورو يعني الديستيناسيون اتجاهات يعني بعيده مقارنه بالجزائر اللي مش بعيده اللي راها من باريس للجزائر واحد اقل من ساعتين وكنا نروحوا من مارسيل للجزائر تقريبا ساعه تاع يعني طيران. نعم. ولا الجالية يعني اليوم كي تجمعوا هي الغلاء مش يعني في غلاء الطائرة فقط غلاء الطائرة وغلاء الباخرة تذاكر الباخرة أيضا. نعم. والشيء اللي نعيشوا يعني المونوبول هذا اللي راه صاري مع الجيري عندنا نفس الشيء من الجهة الثانية مع الجيري فيري. كي تشوفوا مثلا الجيري عندنا ما نتكلموش الأسعار أنا قلنا باللي خيالية أسعار ماهيش متوافقة مع المواطنين عندنا عدم احترام الزبون هو آخر حاجة عندهم تقدير تاعو عدم الاعتذار في حالة التأخرات عندنا تأخرات بالنسبة للإير الجيري والجيري فيري سنة حميدة يعني ما كانش
يعني في حياتي مرة ما ركبت معاهم وما كانش فيها يعني تأخر وعدم تكفل بالمواطنين. الكل يتذكر السنة الماضية لما الجزائريين كانوا مرميين في مطار أورلي ولا مسؤول جزائري ولا مسؤول جزائري. خلينا نتكلم على المسؤولين اللي يتكلموا على الوطنية اللي يلعبوا على الحبال الوطنية ولا مسؤول جزائري جا شافهم. كنا احنا الاخرين يجي لنا مسؤول فرنسي ورحمة بالناس اللي شافهم مرميين يوزع عليهم قرارات تاع المياه تاع الشرب. وهذا يعني فريمو هذا عار. لما نرجع للشركة تاع الجيري فيري قضية التأخرات ولات صارت عادة عند الجزائريين. المعدل أنا متأكد من نفسي المعدل 6 ساعات تأخر. عندما تصعد في الباخرة تشوف انعدام النظافة. والله يا أخي الكريم أنا كاين صور صورتهم ما تقدرش تأمن باللي هذه الصور راهم في باخرة. الناس منا ومنا يديروا دي كروازير يركبوا في البابور باش يروحوا يتمتعوا من البحر، وحنايا عذاب في هذاك البحر. النظر الوسخ الحق بهم حتى للعالم الجزائري، العالم العالم تاعنا مره شفتوا وصورتوا راه على النات مزق وموسخ، وهذه حاجه لما لازمش نسكتوا عليها. وكيف كانت طريقه الاستقبال؟ طريقة الاستقبال أنا قبل ما نوصل طريقة الاستقبال آخر نقطة حاب نتكلم عليها في قضية الجيري فيري. اتصلت أنا مع مسؤولين في أسنسيام وهو المنافس الوحيد السيد المسؤول نتاع البرمجة، قال لي يا أخي الكريم الجزائريين ما قدرناش نخدموا معهم. قال لي حبينا نقترحوا عليهم طريقة، قال لي طريقة اقترحنا مع التونسيين، الطريقة أنهم يفتحوا المجال، أنهم يفتحوا لا ريزرفاسيون الحجز كل السنة، واللي يحجز قبل يقدر يسلك، يعني يقدر يمد قيمة أقل شوية. قالوا لهم لا لازم نفس السعر، ولازم احنا اللي نقرروا كيفاش تفتحوا، ولازم الجيري فيري هي اللي تقرر الأسعار. ناهيك كي نتكلموا على الأطباق في البابور في البواخر الجزائرية، والله كارثة. نتكلموا على بعض البواخر الجزائرية ما فيهاش مصلى، ألوغ كو البواخر الفرنسية فيها مصلى. ما يقبلوش الدينار، غير مقبول ولو أننا يعني المواد اللي يبيعوها لنا مواد جزائرية. آخر نقطة في البواخر الجزائرية يغلقوا يقولوا للوكالات باللي أغلب المراقد راها محجوزة، وفي في الحقيقة لا مش محجوزة. ولما تنطلق الباخرة يبدأوا يبيعوا في هذوك المراقد، يبيعوهم 26 أورو للمرقد لازم تسلك بالليسباس، لازم بالنقدل، ما كانش لا وصل، ما تقدرش تسلك بلا كارت بلو، ما تقدرش تسلك بالشيك. حاجة آخر حاجة كاين مغازان ثم كاين يعني محل يبيعوا فيه الأغراض، وما بين الأغراض يبيعوا التبغ. التبغ هذو جماعة اللي يخدموا في البابور يحطوا التبغ ليهم باش كي يوصلوا في مارساي يبعثوه مع أصحابهم يبيعوه ويدوهم الفرق ما بين التبغ في الجزائر والتبغ في فرنسا. يعني انا خلاصه القول كنت نتكلم على الشركتين هذو، انا صراحه انا حبيت نشبه الشركتين هذو، ما لقيتش احسن من الشبه تاعهم. هو عقليا تاع الكل يتذكر سوق الفلاح لما كان سوق الفلاح هو الوحيد اللي يجيب لنا المواد الغذائيه، وكانت العباره كل الجزائريين يتذكرون العباره اللي تقول هذا القماش دي ولا خلي. اليوم رانا تقريبا نشوفوا هذا. كان هناك نوع من التحايل على القانون، كانوا دارونا غلازور مثلا وبعض الشركات الاخرى وقالوا لنا باللي حريه، ماهيش حريه. اتصلت انا بناس في الاقتصاد، دكاتره في الاقتصاد، قالوا لي هذا نسموه اندويوبول، ثنائي، يعني شغل احتكار بالثنائي. كاين زوج شركات عندهم الاحتكار، الاسعار متقاربه والخدمات قد تختلف بعض الشيء. بعد ما نوصلوا للجزائر يا أخي صالح بكل اختصار، لقد أغدقنا بالمكالمات، يعني مكالمات راهي كثيرة أخي صالح بكل اختصار. نعم يا أخي الكريم، آخر نقطة نقول لك، عندما يوصلوا الجزائريين خاصة للموانئ الجزائرية، عندما نوصلوا ثم بالله العلي العظيم غير قمة يعني الاحتقار. مرات المعدل أنا شخصيا نقضي 9 سوايع ونبعث حتى يعني السيد الوزير وما جاوبنيش، نبعث له نقاط التفتيش، كاين 9 نقاط تفتيش، وفي نقاط التفتيش هذه كاين ما كانش ثقه بين الجمارك في ذاتهم، وما كانش بين الجمارك والشرطه، ولذلك يديروا عده نقاط، هذا يفتش هذا والمواطن البسيط يسلك. نقطه ثانيه السكانر دائما يقول لك راه اون بان ما يمشيش، ويقول لك روح للكونترول في جي اس يطلب منك ترمي الاغراض تاعك في الارض بدون حراسه، ويروح يعقبك تروح للكراج من هي ويبداو يراقبوا بالسيلان ويبداو بالخبيط
أخي صالح الناشط الإعلامي بفرنسا، نشكرك جزيل الشكر. نأخذ أول مكالمة، يعني نأخذ مكالمة أخرى من بيروت. بيروت عبد الرحمن تفضل يا أخي. نأخذ وهيبة من فرنسا، قد فقدنا عبد الرحمن. وهيبة تفضلي يا أختي. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيت نشارك معكم في هذا الموضوع، يعني اللي يخص يعني الأسعار، أسعار يعني تعليبية تاع الجزائر. نعم. يعني أنا نشوف بلي الأسعار مرتفعة جدا يا أخويا، الأسعار مرتفعة. إحنا دوك إحنا أنا عايشين هنايا ونحبوا كي يجي الصيف نحبوا ندوا ولادنا للجزائر. نعم. ما نقدروش لا غالب. ديجا حنا هنا في فرنسا، رانا في فرنسا دخلت، يعني رانا حنا نعانوا من هذه لاكريز اللي هي فرنسا، ونوصل مو كي يجينا الصيف نحبوا نحطوا مع اولادنا. مين غالب كي تروح لاجونس تدري بي غاليين يا خويا، رانا بزاف نعانوا. انا كيشوف هنايا جيراني لي ماروكا وتوانسه يحطوا مع اولادهم، وانا اولادي يشوفوا اولادهم يعني الاصدقاء تاعهم يقراوا معاهم في المدارس توانسه والتراكا وحاطيني، وهما ما يحطوش يجي يقولوا لي ما علاش ما نحطوش حنا الجزائر كما هما نحطوا لبلادنا. حنا ثاني يحبوا اولادنا يروحوا الجزائر، يحبوا ماليا يشوفوا اولادي، يحبوا يشوفوا بلادهم، يحبوا يشوفوا ماليا، يحبوا يشوفوا مي لا غالب. انا نقولها بنتي لا غالب ما نقدرش، وعلاش وعلاش يلحقونا؟ هما يحبوا في الجزائر، هما يحبوا حنا اولادنا يروحوا يشوفوا بلادهم ويتعلموا العادات والتقاليد ويشوفوا البلاد. مي بصح كيديرونا اللي بي غاليين، كيفاش تحب حنا يا مان يا خويا ما بزاف يشوفوا حنا لينا اللي رانا حنا في الغربه. السلطات، انا راني نقدم طالب للسلطات يخضروا فينا ويساعدونا، هذا واش حنا طالبين غير يساعدونا برك في الاسعار. شكرك يا اختي وهيبه، وان شاء الله توصل المطالب للسلطات. ناخذ مكالمه اخرى من لندن. ابراهيم تفضل يا اخي. ان شاء الله هو اقدر. ابراهيم. نعم تفضل. نعم. يا اخي بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم خويا عادل. وعليكم السلام ورحمة الله. خويا برك عندي تدخل، حبيت هذا الصيف أنايا، حبيت هذا الصيف ما نقولش كيما نقولوا في أواخر تاع رمضان. نعم. كيما نقولوا عمري ما حبيت مع الجيري، على بالي بلي مشاكل، قلت هذا الصيف حبيت معاهم بويسك ولات في كاتويك بدلوها بعيد، قلت رمضان منا كيما نقولوا ماشي بعيد على هيترو. المهم البيي خلصت قريب 325. هذا في نفس الوقت كنت نشوف انا كيما نقولوا مع كيما نقولوا في الانفورماتيك كيما نقولوا نشوف كيما نقولوا في الواتساب كان 340 للترك. للترك شحال؟ زوج سمامات كيما نقولوا، كيما نقولوا طرواي طوال كانت هذاك الوقت كيما نقولوا لوتيل تشرب ويدوك من المطار يعاود يرجعوك. هذه نحكي لك انا عن الجزائر. المهم احبط كيما نقولوا، انا عندي طفله عامين ما حطتش في قريبه الحق كيما نقولوا، غير كل قريب 4 سنين مازال ما شافتش يما كيما نقولوا جده كيما نقولوا يما انايا. نعم. المهم ما قدرناش نحطوا في ثلاثه. نعطيك ثاني مشكل، حبطت معاهم ساعه روطار قبل ما تجي الطياره، وفي الروتور شحال روطار؟ شحال؟ كيما 4 سوايع روطار، حبت مرمطوها لنا شدين تما واحد باجاجيس، والطياره ما نقولكش يا سي عادل والله العظيم غير صيحه والله ما قلت لهم يا خاوتي وش فيها؟ قال لك الكارطات والدواء وما قالولهاش. قلت كيما نقول المستوى ديال وزيد كي تجوز الاراجيري كي تجوز منا على هيترو، غير الجزائريين داروا لهم واحد السيستم زعما عطاو لنا 10 كيلو زياده، وفي نفس الوقت زعما من هي يديروا لك الميزان واحد اخر تاع الدل تاع كي تجي جايز. سقسي الناس هنا اللي حطت كيما نقولوا برك هذا الان ان شاء الله يردوا التليفون ويكلموك. واحد الدل هذه تقول عندنا حنا كيما نقولوا طيران جزائري، هذه بلا كيما نقولوا بلا ما نحكوا على الليبريا، شوف المونوبول يا مشاهدين اخويا عادل. نشكرك جزيل الشكر يا اخي ابراهيم من لندن. مشاهدي الكرام ناخذ فيديو اخر، وهذا اعده لنا اخونا عيسى من فرنسا، تفضلوا معنا. قولوا لها عندهم نورمالمون احنا بلاد البيترول والغاز طياره ار ار جي كل شيء ار ار جي كيلو ار ار جي
نطلبوا منهم يسهلوا لهاد الناس يديروا فيديو دي بروموسيون ماشي 500 أورو 600 أورو سي ترو ولا كاين لي كومباني كاين اير سويس كاين لي فطانزا كاين بكيت تاع ترك خلوا ما كانش اللي ما تاكليش على روحهم اللي ما قادرينش يخلوا يديروا اولادهم اللي في فرنسا بركه ما احنا نساونا نساونا كاع نساونا كلش 1 2 3 في بعض لا كونكورونس لازم يخلوا لي كومباني يدخلوا البلاد هذه ار الجيري راه محبسه مكاتشي لي بري على خاطر علاه هي تبدل لي بري الالجلازير راه ما تيديراني لازم يخلوا لي كومباني يدخلوا احنا ما قدوش هما هذه ار الجيري هي راه تحكم في لي بري هي اللي تعطي لي بري الاولين فوالا ما عندهم ما يديروا ما نجموش هادو دي بروفيتور هادو خاطر يقول لك ار الجيري بلادنا حنايا ار مي تيديراني الالجلازير يتبعوا لو كان هي تهبط لي بري يعاود يولوا فوالا صحيح ان ار الجيري مؤسسه وطنيه ما يقدرش ينحيوها بصح حنا نطالبوا ينحيوها نقول نهضروا نحيوا الديمقراطيه انا مشنا في البلاد ينحيوا خويا ينحيوا عامه هي باش تزيد علينا ما تزيدش علينا خويا ما تزيدش علينا ار الجيري ب 600 اورو اكلازير كانت تدير ب 120 اورو ولا 130 اورو قلبتها هي قاعد تقول لهم ديروها ب 700 اورو ياسر علينا حتى هنا خويا خويا تامني ولا ما تامنياش درك موسم رمضان موسم رمضان عندك لونفي با تروح مع ولاد حومتك مع فاميلتك الله اكبر تسمى تسمعها لايف وتشرب شربه صح ولا لا؟ هذيك شغل حابين يقطعوها لنا انت مرتك 1200 طابت البلاد زدت معاك قداه 2000 اورو عكنز جوغ تسمى ياسر علينا تونس المغرب اخويا اليورو تردو 150 اورو ويقول لك البلاد ملاحه فهمت ولا حتى كي تسعفونا كيما كي نهبطوا نوليو نهبطوا اخويا تروا فوا تسمى فراني ثلاثة خطرات في العام ونهبطوا الأملة صعبة ونصرفوا في بلادنا خير من نصرفوهم في بلايص أخرى يعني خير من نهبطوا نروحوا درك الجالية الجزائرية يهبطوا المروك يهبطوا لتونس يصرفوا صوارد من تم يهدوش البلاد قول لهم اكو شبعتونا مقرات قلتوا لنا بي دريش ما شفنا والو من الجزائر اخويا احنا دي زيت ما شفنا والو ما شفنا دي زيت اخويا نطلبوا نقصوا لنا لي بري اخويا بعدنا لي نيبورس ونخلص 500 اورو سي با نورمال صح هذه كانت جانب من الوقفة التي قامت بها الجالية الجزائرية بفرنسا نأخذ مكالمة من فرنسا فاطمة تفضلي يا أختي فاطمة من فرنسا نعم تفضلي يا أختي سمعيني من الهاتف يا ألو تفضلي سمعيني من الهاتف يا أختي وي وي ألو نعم تفضلي راكي على المباشر بونجور تفضلي الو السلام عليكم خويا وعليكم السلام ورحمه الله وي السلام عليكم نقصي التلفاز من فضلك وتكلمي وي راني منقصه لا صحيت بون انا عندي طلب واحد برك باغي نقولوا كاع نعم وي انا عندي طلب واحد نقولوا كاع لي زيميغري اللي عايشين هنا في فرنسا نعم لو كان يديروا اليد في اليد يعني وما يشروش لي بي على الاير الجيري ويعملوا يد في اليد يعني ويقولوا باللي تكون عندنا كلمه واحده لكن نفس الشيء يعني حتى الشركات يعني الاخرى يعني عندهم نفس الاسعار يعني يقولوا ان الخطوط لا لا الجويه لا لا الجزائريه تفرض الاسعار عليهم نعم المشكل راه غير في الاير الجيري هذه شاك فوا تفضلي يا اختي شاك فوا احنا على هذه انا عندي 4 سنين ما رحتش يعني 4 سنين يعني ما قدرتش عندي 3 اولاد يعني ما قدرتش نشري ليا ولي كي نبغي نشري البي يقولوا لي ب 600 اورو يلحق حتى ل 600 اورو ما تقدرش يعني تروح انت وولادك كل عام علاش المغاربه يروحوا كل مره يروحوا عندهم التساهلات عندهم كل شيء عندهم داير لهم البروموسيون لي تونيزيا عندهم لي بروموسيون عندهم كلش مي احنا ما في الجيري جامي صرات نشكرك جزيل الشكر يا اختي فاطمه ناخذ ايهاب من سطيف تفضل يا اخي فقدنا ايهاب من سطيف ناخذ عبد الحفيظ من باريس تفضل يا اخي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته يا خويا نشكركم على الحصه ويعني كانت الامنيه تاعنا باش ندير افضل دانيير فون في المانيفيستاسيون
يعني كنت انت حاضر معهم يا اخي عبد الحفيظ؟ ما كنتش حاضر للاسف، كنت عامل، لكن شاركت عن طريق الفيسبوك وعن طريق الزملاء بالاسماس، وباش الناس يكونوا بال ان شاء الله يسمى باش يكونوا في المستوى وفي الموعد. نعم. المهم المشاركة تاعنا يعني كانت ضعيفة بارابور لواش درنا في الانترنت، لكن المهم السلطات تاع الجزائرية ما كانت حتى في المستوى، ما استقبلت حتى واحد ناطرين لي زامي يسمى اللي يشاركوا في المظاهرة. نعم. واش بغيت نقول بالمناسبة للأسعار تاع الإيراجيري فرونشمون سي تري كاتاستروفيك. العام اللي فات في مو جونفي مو ميم جي بري لافيون فار لاجيري فار الصيف، يا بي ميم با 30 بيرسون دون لافيون، ميم با 30 بيرسون دون لافيون، ولو داني لا بيي 400 فرونشمون. يعني بالنسبه كما قال الاخ اللي من قبل تاع الموبايل اللي نعتو، احنا بريفير دالي اون الجيري او ماروك اون تونيزي، سي بوكو موان شير كو لاجيري. فوالا سي كاتاستروفيك. نشكرك جزيل الشكر يا اخي عبد الحفيظ. ناخذ جمال من العاصمه، تفضل يا اخي جمال. عادي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. والله عادي كاين واحد المقوله تقول وين تقدر تخدم وين تقدر تعيش هذيك هي بلادك، هذه المقوله وين تقدر تخدم هذيك هي بلادك. اما بالنسبه للحل انا كل شيء بلاصتهم هذول المهاجرين سي تري سامبل، كاين دركا بلدان كيما المغرب تونس تستقبل المغاربه باش يقدروا يشروا ديار عندهم. انا عندي كنت من هذوما اللي هبطت كاع للجزائر، انا جي باس، انا جي دي باسي لاج ما نكذبش عليك، رحت حوست بافون، عشت ايطاليان، عشت فرنسا، عشت رحت حتى للروس خطره. كنا نحكي لك الحادثه تاع صرات لي من موسكو صوفي 7 سوايع وانا في المطار ستر، ما كاينش ما تحبط مر كما يقولوا. يا خويا واش يديروا؟ نحط تري سامبل، يحطوا لتونس يديروا يكوتيزي ويشروا دي زابارتمون اون تونيزي، يمشي تما تجي البلاد هذه. انا كون يحبوا نعيش لاباس بيا في الجزائر، عندي فيلا ما شاء الله، نخدم ما شاء الله، كون يجي واحد يبدل لي يخدم تماك فرنسا باسكو علاش تما كاين لاجيستيس، لاجيستيس يقول لك ربي سبحانه ان الله ينصر دوله عاديه وكانت كافره. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته، بارك الله فيك يا اخي جمال. لقد عاد الينا الاخ عبد الرحمن من بيروت، تفضل يا اخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيكم على هذا الموضوع، في الحق يعني كما نقولوا عندنا بالعامية برت لنا قلوبنا، لأنه هذه الشركة اللي زعامة تاعها ورؤساء تاعها نصابين. نحكي لك هنا مثلا في بيروت، احنا طلبة هنا في بيروت، الغربة تاع طالب العلم والغربة تاع البلاد هذه زادوا لنا هما الغربة تاع البعد عن الوطن. تخيل البية من بيروت يكلف حوالي 580 دولار. في حين البي من تونس لبيروت يكلف 120 اورو فقط لمده تاع 3 شهور، يعني فرق كبير بزاف. وخلينا ما نحكيوش على شيء واحد اخر اللي هو المعامله، ولا اذا سميناها معامله سيئه جدا في المكتب ابراهيم السل ايراجيري هنا في بيروت. يعني وكانه مكتب خاص، انسان راه عنده قهوه راه يبيع فيها، ولا عنده محل راه يبيع فيه كما يحب. والحاجة يعني اللي تغيظ الانسان الجزائري انه كي تجي في الطياره تاع ايراجيري، طياره تاع بلاد اللي راه عليها 1.5 مليون من الشهداء، يعقب لك الخمر ويبي حالك يقول خويا تفضل كش ما تحب نعطي لك الخمر في هذه الطيارات. يعني واش راح نقول لك انا بالنسبه لي نشوف اللي من بين الحلول اللي لازم نكسروا بها هذه الشركه هذه النصابه هذه، انه الانسان ما يزيدش يسافر معاهم، ما يزيدش يشري معاهم تذاكر سفر. يعني صح ينضروا ناس منها، ولكن اذا كل واحد هذه المؤسسه هذه اللي راهي تنصب على الجزائريين، وهنا في بيروت باش يكون في علمك وعلم جميع المشاهدين، انه المكتب تاع الخطوط الجزائريه ما كانش مكتب نصاب على الجزائريين وعلى الطلبه بشكل خاص كما هذا المكتب اللي راه موجود هنا للاسف. نعم. نشكرك يا اخي عبد الرحمن من بيروت. لدينا عبد الرحمن اخر من لندن، تفضل يا اخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا خويا، لاباس؟ الحمد لله. الحمد لله. اخي عندي برك واحد الملاحظات اذا امكن. نعم. اولا هنا في اجونس تايرا وجيري في ايرو بيبري هنا في بيكر ستريت عمرهم يرجعوا على التليفون، يعني وكانه يحكموا الهاتف يديكروشي لين ويخليوه سوني حتى تكره. يعني اللي يسكن في مانشستر ولا يسكن في غلاسكو ولا في ايدنبرا ولا وراذا بلفاس ولا لازم يجي لندن باش يشير به. كارثه. ثانيا جيت تخلص الدفع يقول لك ما قبلوش كارتا، لازم تخلص كاش.
يعني إلا أنت تسافر مع أهلك وأولادك يعني ثلاثة أربعة حوالي شفتوا الأسعار تاعهم يعني ما نهضروش 2000 باوند والله يعني وين راح تجيب 2000 باوند كاش باش تدفع تيكت؟ هذا الشيء غير معقول. وين كاين دفع كاش؟ أنا في نظري وين كاين دفع كاش كاين يعني there is something dodgy، كاين حاجة مشبوهة. ليش الكارت؟ ليه ما تقبلوا كارت؟ يعني كل شركة طيران في دول العالم تقبل الكارت، علاش ايراجيري الوحيدة ما تقبلش الكارت؟ تقول له خص الكارت، يقول لك لا لا أخي كاش، علاش كاش؟ نجيب معايا 2000 باوند ندفع لك كاش، هذا شيء ماشي معقول. يعني حتى باش ترفض يعني السيولة يعني في هذا البلد ولا في البلد الأوروبي يعني ممنوع يعني. ما تقدرش تفد معك 2000 باوند يعني او حسبين وش محسبين الناس يعني. ثالثا حاجة اخرى يعني المعاملة داخل الطائرات وفي المطارات معاملة حمراء يعني يسبك فيه وجيك حاشا، مش نقول كل موظفي الطائرات والله كل طاقم طائرات حاشا، في نسبة والله غير ما شاء الله يعني حوالي 10 و15% ولاد فاميليا، لكن البقية يعني يدخلوا يخدموا بالمعرفة والبن عميس اللي ما نهضروش عليها. المعاملة في المطارات صفر، رديئة جدا. المرة الأخيرة عملت الطيارة تأخير، الزوجة والأولاد وفي ناس مع عائلتهم وكذا، والله غير قرعة ما جابوها لهمش في المطار، قرعة ما جابوها لهمش. والشاف ديسكال يعني حوس علي، جيت هذا نقول ما تهضرش معاك، قلت له علاش ما تكلمش معاك يا اخي؟ انت يخاف لك شنو تطلبوا؟ والله راك خدام خالص نسالك وما دير لي ما ديرش فيا مزيه، راك خالص على الخدمه اللي راك دير فيها تخدمني بلا مزيتك، ما واش دير فيا مزيه والله بليزير والله. ويعني تيكت عندي ملاحظه اخرى من فضلك. نعم. لما يديروا البروموسيون من فضلهم يعني كي يديروا البروموسيون ما يديروهاش في الليل ويتليفونوا اصحابهم في الليل ويبيعوا تيكيات تليفون انت الصباح يرجعوا لك يقول لك خلاص البروموسيون، ما باش يبيعوا تيكيات كي يغلقوا في الليل يبدا البيع والله يبي ما باش والله كيفاش يشريوا الناس تيكيات يعني. ردوا عليك يا اخي عبد الرحمن، ردوا عليك على الهاتف يعني كي كلمتهم انت؟ ما يردوش يا لا حول ولا قوة الا. كاين واحد الاخت صومالية تشتغل تما مسكينة يعني الحيت عليها عدة مرات، خضرت فيا وتبسمت قالت لي يعني اسفة يعني ما واش حبيتها دير، هي مسكينة شغالة تشتغل تما وبس يعني بسلم المدير والله. يعني هذه نقطة أخرى يعني في داخلة في مطالب الجالية يعني يطالبوا بتشغيل يعني أفراد من الجالية الجزائرية خاصة يعني في 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 نطاق اللغة يعني باش تكون هي تواصل بين الجالية. لماذا لا؟ لماذا لا؟ عندي اقتراح اخر، علاش ما يديروش سفينه يعني موسميه يعني باخره يا سيدي 4 شهور تاع الصيف فقط في البحاره يعني بالطالين يكريو سفينه مدخول يعني ربح يعني 100%. علاش علاش؟ يعني اولا يا قبل كل شيء يا اخي عبد الرحمن احنا نطالب باش يعني يمضوا على معاهده فتح الاجواء اولا يعني باش تكون فيها منافسه، ثم ننتقل الى مطالب اخرى. نشكرك جزيل الشكر يا اخي عبد الرحمن. شكرا بارك الله فيك. شكرا. لدينا ابو ياسين من فرنسا، تفضل يا اخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. انا حبيت نشكركم برك على هذا الحصه يعني بالبزاف. ونحن نشكرك بدورنا لاتصالك يا اخي. ونتمنى يعني اللي يتموا في هذه الكلمات على حوايج كما هذون همين، لاننا يعني كما قال الاخر نطلق وادي ياكل وادهم هذ الناس اللي هضروا. فهمتني كيف؟ نعم. وكان نهضر لك يعني واش كاين ربما بالك نحكم نضيع معك الوقت بزاف. يعني وشكرا، هذا هو الشيء اللي حبيت نقول. نشكرك جزيل الشكر يا ابو ياسين. مشاهدي الاعزاء ناخذ فاصل قصير فتفضلوا بالبقاء معنا.
اهلا بكم مجددا مشاهدي الكرام، ونبقى دائما تحت هذه المطالب المفتوحه، والجاليه الجزائريه مصره على المسؤولين المعنيين لتناول هذا الموضوع بجديه لفتح السوق للمنافسه الحره وعدم فرض الاسعار على الشركات الموازيه، وقد هددوا على لسان مسؤول الجمعيه باعتصام اخر في حاله عدم الاستجابه لهذه المطالب. مشاهدي الاعزاء، ناخذ يعني فيديو اخر يعني فيما يخص هذه الاعتصامات بفرنسا. اخويا جينا نهضروا على هذه البروبليم تاع لي بري، وما كاش غير ايراجيري، كمان حنا تلاكنان باسكو فرانشمون والله خويا بزاف والله بزاف. انا فرانشمون على هذا لي بري اوليو كنت غادي نروح البلاد، والله على غادي نيها ولد تونس غادي ان شاء الله غادي نعم الجاي غير على جال هذا لي بري. حنا نورمالمون يشوفوا فينا باسكو رانا في ازمه، نورمالمون الجاليه الجزائريه الاغلبيه تاعهم راه يخدم، وحنا كون ماشي عندنا الوالدين وكما نقولوا الحباب وكاع ما نهوتش والله ما نهوت خويا، نقولها لك بصح اوليو جو بريفير انا نروح ليستاجيني وما نروحش انا واحد من الناس. بصح حنا توجور علاش هما قاطبيننا بهذيك تاع كاين على عندما تروح كون على الوالدين ولا على الاهل ولا الاحباب على بالي باللي ما تروحش. On en est arrivé à un stade où on a atteint vraiment le stade du ras-le-bol. Le ras-le-bol par rapport à beaucoup de choses, notamment qui se passe en Algérie, par rapport à je dirais, au bricolage qu'on est en train de faire dans notre pays, mais surtout, notamment, nous, la communauté qui vivons en France, par rapport à cette injustice que nous subissons chaque année, notamment pendant la période estivale, et aussi plus particulièrement durant toute l'année. Donc, on nous a traité de juilletistes et d'haussiens en disant que nous étions des opportunistes, qu'on ne se mobilise que pendant cette période. Mais moi j'ai trouvé ça assez révoltant, j'ai été touché au plus profond de moi, et je trouvais que c'était important de venir ici à ce rassemblement. Entre parenthèses, j'ai fait 700 km pour venir jusqu'ici, donc j'habite à Toulouse. هذه هي إذن مطالب وتذمرات جاليتنا الجزائرية المتواجدة بفرنسا. نأخذ أول اتصال من فرنسا. الأحمر من فرنسا، تفضل يا أخي الأحمر. الأحمر من فرنسا، نعم تفضل يا أخي. الأحمر من فرنسا، الأحمر من فرنسا لا يسمعني، أرجو أن يتصل مجددا. عبد القادر من فرنسا، تفضل يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. راني على المباشر أخي. راك على المباشر يا أخي، تفضل. وجيست باش ندخل في هذا الموضوع تاع أراجيري أخي كريم، وغير جيست باش نقول لك كان عندي واحد الصديق من المغرب. نعم. وتكلمنا على القضيه نتاع الجزائري المغرب، قال لي احنا نمشوا للجزائر نمشوا للمغرب نمشوا للرباط نمشوا لكازابلانكا مكناس مراكش 20 اورو الي روتور. انا واحد المره بغيت نمشي 20 اورو الي روتور، 5 اورو الي روتور افيك غايانير. وحنا في الجزائر نمشوا لتلمسان نمشوا للوهر نمشوا للجزائر العاصمه نمشوا لسكيكدا نمشوا ب 500 اورو ليتي، والمشتى نمشيو 320 هذيك يتهلاو فينا نمشيو 290. قلت له علاش هاد لا ديفيرونس تاع لو بري خويا، اسمع لي هاد الفرق نتاع الثمن علاش؟ قال لي يا خويا انتوما باسكو حنا عندنا اليهود وانتوما عندكم المسلمين، صافي حنا عندنا لي كومباني اللي داخلين فيهم ويزكم اسوسييتو وانتوما عندكم المسلمين، وفهمها خويا كيما تفهمها. الشكر جزيل الشكر يا اخي عبد القادر. زعما غير مثال باش يعرفوا المرتبه، احنا اراجيري نورمالمون، احنا رانا جزائريين نورمالمون، احنا راها كل ما راجيري عندنا تلمسان الي ادوزو وهرانا الي 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 ادوزو غمنبا. نعم. اورو نمشيو احنا ب 500 اورو ليتي، علاه؟ انا ما مشيتش، الدراري ما يمشيوش، حتى واحد ما يمشي الا باغي فوكيتي، وحنا سيدي احنا اللي خدموا معنا اراجيري، شكون؟ اصحاب البلاد ما راهمش يجوا بزاف. احنا اللي رانا نمشيو لفرنسا من فرنسا للجزائر، يعني اراجيري راه تخدم مع الجاليه الجزائريه بزاف. اما انا كان كيما هكا حنا نبوكوتيوها وما نمشيو لا معها لا مع غلازور، باسكو غلازور اللي كومبليس معها وهي اللي دير لها لي بري كيما تحب هي، هي اللي تقول لها 500 ولا 600 ولا. لكن اخي عبد القادر ان كانت الاسعار منخفضه حتى الناس اللي هم في البلاد يعني يتنقلوا ويحبوا يخرجوا هما ثاني كذلك. الاسعار مهما كانت احنا كنا ندخلوا الموضوع اخي واحد اخر، موضوع واحد اخر تاع الاسعار منخفضه في البلاد. بي دي جا راه 3 مليون 3 مليون، واحد زوالي ما يقدش يجي 3 مليون مسكين.
نحكوا على رواحنا حنا اللي عندنا يعني 500 اورو زعما انسان يخلص 2000 اورو ولا بوغ 500 اورو او موين، بصح واحد اللي يخلص 1 مليون ويصون في البلاد والبي يدير 3 مليون حتى هما عندهم اسعار ثانيك بارابور ليهم اسعار غاليه. كون جيو نشوفوا مستوى المعيشه تاعهم راه اسعار يعني مانيش عارف ما تصورهاش واحد ما يقدرش يجي. حنا نحكوا على قضيه الفيزا يعني المعامله تاع الفيزا وتاع التاشيرات، يعني حنا اللي نمشوا للبلاد بزاف يعني الناس اللي لهي ما معنيينش بالقضيه هذه. علاش؟ باسكو هما يجوا غير كاش روتريتيه كاش واحد المرض يداويو، هذه حالات خاصه. ولكن الجيري تخدم الكفره معنا حنا يعني مع الجاليه الجزائريه، حنا نورمالمون حنا اللي تهلا فينا هذه اغلازير، حنا نورمالمون ما نحسبوهاش باسكو سي الجيري تهلا في بلادها في ولادها، اغلازير بالسيف عليها تهلا في ولادها والاخرى تهلا في بلاد تهلاو في يتهلاو فينا كامل. ما شكرك جزيل الشكر يا اخي عبد الرحمن عبد القادر، نشكرك. لدينا الاحمر عاد الاتصال بنا، تفضل يا اخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. الاخ عادل، انا سوف اكلمك على الـ على الـ يعني على السفر من فرنسا الى الجزائر ومن الجزائر الى فرنسا. نعم. ولكن بعد ذلك عندي تدخل، لازم تخليني نوصل الرساله تاع ماذا يجري بغليزان، يعني كوارث كبيره وقعت بغليزان. بكل اختصار يا اخي الاحمر، بكل اختصار. بكل اختصار. غلاء التذاكر في الطائرات وفي وبالبواخر حرم الجزائريين أن يأتوا لزيارة أهلهم ويصومون رمضان بالجزائر، أرغموا على أن يذهبوا إلى المغرب كي يصوموا رمضان هناك، لأن التذكرة به بولاده بالسيارة تاعه في الباطو الدير 350 أورو، وباش يجي به بولاده للجزائر والسيارة تاعه لازم له 300 أورو. نرجع لك إلى الضجة التي وقعت بغليزان. نعم. احنا عندنا السيناتور راكم سمعتوا كاع الجزائر سامعه، السيناتور عبد القادر الزروقي تاع غليزان. نعم. صرح بفساد وجرائم وقعت بغليزان، واتهم فيه الوالي والحاشي يعني والمنتخبين. نعم. ويعني وردوا عليه، يعني داروا وقت الاجتماع وردوا عليه وقالوا له سوف نرد عليك يعني في الجريده اللي تكلمت فيها علينا. نعم. اذا كان هاد الناس يعني ابرياء انا نقول لهم ما تردوش عليه في الجريدة، اتهامكم بالخيانة ردوا عليه عبر المحكمة. زيادة على ذلك انا اقول لك بعد التصريحات تاع السيناتور زروقي عبد القادر حول الفساد والجرائم بولاية غليزان، بعد يعني تحديده للجهات المسؤولة عن هذه الجرائم والفساد، كان يفترض من اول لحظة على النائب العام ان يحرك دعوة عمومية، وقبلها ان يدعو لرفع الحصانه على كل من هو متورط. هذا عبد القادر الزروقي يعني ولاد غليزان كاع يعرفوه بانه يعني منذ ان كان طالبا يعني بالجامعه كان عضوا في الافلان وناشط سياسي، ومن عائله فوريه له 8 شهداء، وترعرع في عائله غنيه بغليزان، اول عائله كانت تملك حمامات بغليزان. اليوم هو خبير فلاحي ومهندس وعنده مكتب دراسات. يعني هذا السيناتور كان شعبيا بسيطا وكان يلعب ويمرح مع البؤساء والفقراء، والله كان ياكل معاهم، كان ياكل بعيد هلالين ويقعد في الارض وياكل معاهم الطعام في المناسبات، في موت ولا في عرس ولا في اي يا حاجة. سيد الاحمر نشكرك جزيل الشكر، ان شاء الله توصل الرساله ديالك. ناخذ مكالمه اخرى. عبد السلام من اسبانيا، تفضل يا اخي. السلام عليكم يا قادر. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. على كل حال المشكله تاع التعارة الجيري والاكنان وغير المشكل ما عندوش نهار لا زوج ولا ثمانه ولا زوج ولا. احنا راه نعاني من مده اكثر من 20 سنه. الناس هذو على كل حال معناتها ما نتحبين نجوا للبلاد، ماش حاجه اخرى. والاخ جمال هذاك اللي قال لك يا ودي نشروا يقدروا يشروا ديار في تونس ولا في المغرب ولا. نعم. احنا مش على قضيه باش حبينا معك حبوا نروحوا للبلاد، خاطر حبينا باش نمشوا في البلاد نحوسوا في البلاد ولا. عندنا والدين تما ما نقدرش نسمحوا فيهم، هذا واش كاين. نعم. انا عندي 60 ما هبطش. والعمي فات على كل حال ما نقدرش نهبط وحدي، بعت دراري مع الجيري على كل حال. ولا ديفيرونس كانت يعني كان ديفيرونس كبيره في ليبري. نعم. معناتها البارح الجمعه من برشلونه لروتردام لهولندا 42 اورو.
ومن برشلونة لفرانكفورت 49 اورو. يعني تصور الفرق وراه يعني كاين فرق كبير. وكاين حاجه واحده اخرى، على كل حال احنا بلادنا بلا تاع البترول، معناتها ليسونس رخيص ومام طول البيلوت يخرج البيلوت ما يخرجش بزاف، تعرف شحال يخرج البيلوت؟ كاين اللي يخرج 18000 اورو في الشهر. معناتها يخرجوا درام كبار، ومع هذا كما كان يقول لك يعني السيد مقبل قال لك يعني الوسمو للمروك 20 اورو، ومن راه يروحوا يعني من اسبانيا للمروك 20 اورو. احنا ما حبيناش يا سيدي 20 اورو، احنا حتى يعني الواحد يقدر يخلص واحد البري اللي معقول. الناس هذو شوف معناتها شركات واحد اخرين، كاين بزاف شركات اللي كاين شركات على سويس، كاين ريانير هذيك تاع الايرلاند هذيك، حبوا يخدموا في بلاد ما خلوهمش، نتاع البابورات نفس الشيء، جا واحد الشركات على كل حال تاع اليونان حبوا باش يخدموا، حاوزوهم ما كاين والو. تروح لالي كوست باغ اكزومبل ولا لبرشلونه ولا لمارسي ولا عندك في نص ساعة يطلعوا كاع الناس، معناتها البابور يتعمر في نص ساعة. في الجزائر واش؟ تلحق على 7 تاع الصباح، كاين ناس يلحقوا على 7 تاع الصباح وخرجوا على 6 تاع العشية، تعرف علاش؟ باسكو تسمى يلحق يقول لك بون حلي الامر، واش ما جبت لنا؟ ما جبت لك والو. تعرف واش يدير لك؟ روح ليا عليك، النهار يعني النهار انا نهار صافي خسر، دخلت عاد البابور لحق على 7 ونص تاع الصباح، خرجوا على 8 بون ستفونا تما. كاين الناس اللي هبطوا معايا ماشي كنش كاع، ونجي تقول لك على سبيل المثال على خاطر الناس تاع المعارف، هبط معايا مارسيال من مارسي. تعرف شغل الملائكة ما شفتوش كاع، كان هابط قدامي صافي ليك مورا دخل البابور انا، كي خرج ما شفتوش. صافي واحد الديوان كي يدير في مارسيال قال لي واش تم هبط تحب تشوف مارسيال هنا في البور. معناتها كاين جزائر تاع جوج تاع الناس، كاين معناتها الناس تاع المعارف هذوك راهم باينين اللي عايشين في البلاد هذيك، واللي وحنا معناتها يبروفيتيو ماذا بيه ما نجوش البلاد. هذا واش كاين؟ يعني ما كاينش حاجه واحده اخرى. وفي البابور واش كان يحكي لك السيد هذا؟ يبيعوا في اسمه يبيعوا في لي شوب، يدخل داخل يبيع اعطيني 25 اورو هاك شومبرا، ما كاين والو. كي تروح تشري البيبي ما كاش على خاطر باش يحط وثم ما يعطيكش ما يعطيك ما يعطيك والو ما يعطيك حتى بو، معناتها ارا 25 اورو روح تقعد شغل تاع بابا تحط تهضر مع الكوموند بور شغل الملائكة ما تشوفوش تهضر مع حد واش تمهبل تشوف الكوموند بور ما كاش لا حول ولا قوة شغل احنا ما كاين والو. والداخل هذوك حتى في الكويزيني هذوك دخل البابور كاين اللي يبيعوا يبيع لك الماكله ويجي الدار مكتوبه الناس مع التاجر. بارك الله فيك يا اخي عبد السلام، نشكرك جزيل الشكر. لدينا مصطفى من فرنسا، تفضل يا اخي. السلام عليكم، حياك الله الاخ عادل، واحيي كل العاملين على قناتكم الموقره هذه. ونحييك والله يا الاخ عادل، هذا الموضوع يستحق بزاف الهضره باسكو مانيش عارف منين نبداوها منين نكملوها. جو كوموس بار لي بي سون ترو شير، ترو شير والله العظيم كارثه. دي فوا كيما نقولوا تدي البي من هنا من فرنسا بار نيويورك 300 اورو. نرجعوا لاخواننا واشقائنا المغاربه يا سيدي، ما عندهم ني بترول ني غاز ني غيان دوتو، ما عندهمش كاع لي ريسورس ناتورال. شوف والله دي فوا يدوا البي 10 اورو 15 اورو 20 اورو يديوه. حنايا جامي اون افي سا، جامي اون افي سا، حتى في المنام وما نشوفوهاش هذه. تروازيامون عندنا اون موفيز ريسبسيون. سي اون با بارلي دو لا كنان دي باتو، لي باتو ما نقولكش كارثه. اخواننا المغاربه يديو الباتو ب 300 اورو هو ومرته وليداته واللوطون تاعه. وكي وصل تما يوصل بيان اكويي بيان لا ريسبسيون ايتو. حنا بشحال ندوه؟ 2500 اورو، ليكيفالون تاع 40 مليون، ليكيفالون تاع 40 مليون. هذه تدخل في العقل يا سيدي. اين هو هذا رئيس الجمهوريه؟ اين هي الحكومه الجزائريه؟ اين هم او سون هذا لي رولي بيبليك؟ ما كان يا اخي زيد اخي اون بي دو لي دي سي يموت هنا جزائري حاشا خويا والله العظيم. شوف حاشاك وحاشا قدر وحاشا قدر المستمعين، الكلب عنده قيمه مليون مره افضل من الجزائري هنا في فرنسا. نموتوا كل كلاب ما كانش يجيبنا، ما عندنا ني اسيرونس دي سي ني غيان دوتو، هاك كيقيسونا في الدرب. تروازيامون نوليو عاود الباطو ولا الطياره، ممنوع تشري بالدينار يا سيدي. انتم جزائريين الجيري يا خويا نهضروا بالدينار، على هالدينار ما يسواش كي نطلعوا الباطو، على هالدينار يولي ما يسواش كي نطلعوا في الباطو ولا في الطياره باري. الدينار ما عنده اوكين بادر. هادو 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 مخربين يا سيدي والله العظيم، حرام علينا حلال عليه. والنصيحه يعني اخر كلام اقوله لك الاخ عادل، حنا لافوت نتاع لي زالجيريان. يا لي زالجيريان علاش كيجي الفوت تروحوا تفوتوا؟
علاش يهضروا كيما هكا يقول لك ما عندناش وما دارولناش ما... علاه كيجيو الفوطو تشوف تشوف مدارين لاشان ما تفوطيوش اخويا ما تفوطيوش بينو يفو بوايكوتي لي فوطي يفو بوايكوتي الجيري هاد لا سوسيتي الجيري وهي ويو غوفرنمون الجيريان باري كيف كيف. نشكرك جزيل الشكر يا اخي مصطفى. ناخذ مكالمه اخرى. شريف من فرنسا تفضل. يا اخويا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا اخويا ما فهمناش حاجه برك فهموني برك حبيت نفهم حاجه برك علاش في الجزائر غير في الجزائر كاين شان وحده تاع لا تيلي كاين كومباني وحده تاع الطيارات هذه اللي حبيت نفهمها انا علاش يا اخويا المغرب برك المغرب مروك حنايا انا من كل مار من كل مرة حتى المروك كاين زوج سوايع ونص وسوايع وربع ومن ومن من كل مرة حتى الالجي كاين زوج سوايع وربع هما يروحوا بسيكونتور وحنا نروحوا بسينزور وانا حبيت نفهم علاش عندنا دراهم بزاف. نعم هذا اللي حبيت نقصد يا اخويا. بارك الله فيك يا اخي شريف نشكرك جزيل الشكر. مشاهدي الاعزاء تفضلوا لمشاهده اخر مقطع من الوقفة بفرنسا. هي مطالبة بحقوق مشروعة للجالية. الحقوق المشروعة للجالية تتمثل في الأسعار وكذلك في المعاملات حيث في الحقيقة نحن أصبحنا متعودين هنا في بريطانيا على نمط معين من المعاملة. المعاملات القديمة أكل عليها الدهر والشريف ما بقاتش تاكل في البلاد هذه وحنا ما نقدروش نزيدو نرجعوا لها واش نحبوا كما كانوا يقولوا الإخوان نطالبوا الدفع يكون عن طريق الكريديت كارد أو الديبيت كارد. لماذا؟ هذه مليحة أولا للشركة باش تضبط حسابها. أخويا نعطيك مثال فرضا أنا وزوج دراري ولاد الدراري اللي ب 1200 و1300 علاه؟ أنا بارونة تاع المخدرات أنا تاع نخدم يا أخي شهر مادا بيا 150 يا خويا 150 هي السعر المعقول أكثر سعر يعني معقول 150 وهذا نداء السلطات يعني منه ومطلب يعني بديهي صغير ماشي حاجة أنا نطلبوا يعني الحكومة تخلص لنا ولا أجز وهي أن نطلبوا الحقوق ننظم حقوق مشروعة وأمر لا يختلف فيه اثنان ولا تتناطح فيه عنزتان ونظن خاوتنا المسؤولين يتفهموا القضية لأن يا أخي سبحان الله من حقنا باش نطالبوا بحقوقنا على الأقل مع هذه الخطوط الجوية الجزائرية ويا سيدي عاملونا كما يعاملوا ما يسرقوناش غير ما يسرقوناش والله غير خلصوا 950 ما يحشموش والله ما يحشموش ما يتصمتوا ما والو هذا هذا يقلبوا من الصوت يقلبوا من الصوت ما يسرقوناش سكون ديموند سكون ديموند لا بلا مش قاعد يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة خويا السلام عليكم مالك أنايا هادو سراقين ما يحشموش والله ما يحشموش هادو كبروا على السرقة ما يدوش قاعد تهضر ولا ما تهضر دير لهم لاكيرات ما دير لهم على سراقين عايشين بالحرام يحبوا الحرام ما نجموش يخرجوا من الحرام والله غالب صحيتو صحيتو ربي يوكل عليهم وصايب صح ما عندناش مشكلة مع هادو حنا رسائلنا هادو هادو مو خدامين حنا رسائلنا الكبار فهمت؟ عبر حرية تعبير خو لا اعطيكم الصحة خوتنا اعطيكم الصحة لا تذر مشاهدي الكرام هذا كان فيديو من الوقفة التي تمت هنا بلندن والتي قام يعني بها الناشط صالح حنافي حنا وهو على المباشر على الهاتف تفضل يا أخي صالح أهلا بك. السلام عليكم أخي وإلى جميع مشاهدي قناة المغربية نشكر أولا نشكركم ونشكر جميع الجزائريين والجزائريات اللي جاءوا ونبهوا لداء سواء في لندن أو في باريس أو في موريال صراحة يعني كان عدد ما شاء الله تجاوز المئة وناس يعني قاع مضرورين رام خوتي وخواتات اللي هضروها معبروا قاع على مشاعرهم اللافتات اللي راكم شفتوها على الشاشة تعبر على نفسها يعني الناس يعني يتكلموا بما فيه كفاية أنا حبيت أن نزيد بعض المعلومات أخرى يعني التجمع عبر الفيسبوك يتحول إلى وقفة أمام الخطوط الجوية الجزائرية احنا في العالم قاعد جزائريين يعني ما فرق لا فرق بين الجزائري في فرنسا او في كندا او في اسبانيا او في لندن او في ايرلندا او في ساوث افريكا او في لبنان او في دبي نحن جزائريون المشكله الجزائريين مع الخطوط الجويه الجزائريه ليست مع الاشخاص
مشكلتنا مع الهيكل. بالمناسبة أخي كما تكلمت إحنا الرسائل أعطينا الرسائل هذو أعطيناهم مسؤولين بالقوى السفارة الجزائرية أعطيناهم يوصلوا هذه الطلبات تاعنا إلى كل من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الحكومة عبد الملك سلال، وزير النقل عمرتو، كاتب الدولة المكلف بالجالية بالقاسم ساحلي، النائب عن الجالية الجزائرية في أوروبا والمنطقة الرابعة نور الدين بن المداح، والذي أشكره الوحيد الذي يعني رد على الإيميل تاعي وأشكره شكر جزيل ويستاهل باقة ورود. هنا لست أدافع على الحزب الذي ينتمي إليه، لكن من شخص إلى شخص أحترمه. كذلك وجهت الرسالة أيضا إلى سفير الجزائر لدى المملكة المتحدة المملكة المتحدة عمر عبا، وقنصل الجزائر في لندن دليل سماح، ومسؤول الخطوط الجوية الجزائرية في لندن. نحن هنا كجالية في بريطانيا نطالب لا الاستغلال لا الاحتكار. الجالية تريد تخفيض الأسعار والشعارات راكم شفتوها. الشيء الآخر يا أخويا عادل، يعني أنا ما شفتش غير في الخطوط الجوية الجزائرية. وأؤكد هنا كلامي هذا ماشي موجه لأي شخص، لكن عيب أنك تسمع في الطيارة يديروا 16 يكروا للناس يبيعوا لأولادهم عائلاتهم وأولادهم تذاكر في الجزائر والله من هنا، وكي يرجعوا يطلعوا في الطيارة 16 ولا 17 راكب زيادة، يعني وراها تروح تراها هذه، وبعدين يقولوا للأباء والأمهات ارفدوا وليدكم ديروا في حجركم ويريح السيد في البلاصه تاع الطفله ولا الطفل. يعني انا ما اشتغلت في الخطوط الجويه الجزائريه، يعني وراهم دراما دوهم يبزوا ثاني كما راهم يبزوا في الكابات والحكايات. على كل حال، وبدليل انكم لقيتوا الخبر في اليوم الثلاثاء الماضي، يعني الطيران الفرنسي يحجز طائره جزائريه بمطار ليو، وهي تحمل الرحله رقم IH1036 قادما من مطار هواري بومدين، وكان على متنها 250. يعني مراقبة الطيران التابعة للطائرة المدني الفرنسية، يعني المراقبة أنها غير صالحة. هذه ليس أول مرة، يعني حجزوا يعني طائرة في 30 سبتمبر 2010 كانت تحمل يعني مواد خطرة. يعني المشكلة هنا يا أخي، إذا ما كنتش عندكم لا أسطول ولا أشخاص، وكيف راح تنافسوا الدول كما مدير الخطوط الجوية الجزائرية تكلم من صفحة المقالات وقال أن الخطوط الجوية الجزائرية تنافس القطرية وتستطيع أن تنافس التركية بس نفسها بس. ما كنتش خاطرين يا أخي بدلوا عندكم، خلوا افتحوا المجال يا أخي، افتحوا المجال للمنافسة الحرة، واللي يربح اللي يخدم مليح يبيع مليح. يعني أخي صالح، أنتم قمتم بالاحتجاج، يعني وقفتم وكنتم أحد المنظمين، يعني بعد هذا الاحتجاج يعني ماذا تنتظرون؟ صوتي للجميع الجزائريين والجزائريات، بدليل أن الاحتجاج كان مفتوح لأي واحد، يعني لأنها أممنا واحدة أخي، بس كنا واحدة أخي عادل. لكن ماذا تنتظرون يعني من وراء هذا الاحتجاج يا أخي صالح؟ والله الاحتجاج اخي فيه احتجاج اخر ان شاء الله في ربما في اكتوبر. المشكله هنا احنا كما كاين الناس المقاطعه، احنا كاين الناس قالوا المقاطعه، احنا ما يهمناش المقاطعه، ما نشرح مفلوق حالي ما اش مقاطعين، احنا نوصل رساله للمسؤولين ومن بعد نشوفوا. يعني اذا كان فيه يعني ما فيش استجابه، اتمنى الرسائل تاعي من الناس في السفاره يوصلوها للمسؤولين، هذه امل ملا. نتمنى رسائلي توصل يوصلها للمسؤولين، وكيما الناس يسمعوني المسؤولين هذو تاع السفاره الجزائريه في لندن راهم يسمعوا فيا. رساله رسائل لازم توصلها للمسؤولين، وهي مطالب سلميه اجتماعيه لا شيء لا اكثر من ذلك. فعندنا وقفه اخرى يوم في شهر اكتوبر، لا اريد ان احدد اليوم بعد ذلك الامور، انا لست مسؤولا يعني على عما يحدث بعد ذلك. ربما تروح الناس قدام القنصليات قدام السفارات، وهذه يعني انا اقول لك مانيش حابين تتطور اكثر من ذلك. حابين المسؤولين يسمعوا لهذا، عمرهم ما سمعوا لنا، يديروا مسؤول بلا ما يشاورونا، يديروا اي واحد بلا ما يشاوروا احنا، ولا احنا طرف فيها ولا لا. يا اخي صالح، انتم تهددون باحتجاجات اخرى واعتصامات اخرى اذا يا اخي صالح. اي واحد جزائري يدخل بلاد راح يدخل عمله صعبه. نعم. اذا قال لك احنا تونس ما تقارنوش الجزائر بتونس والمغرب، فنحن تصور ان في اوروبا في دول العالم اكثر من 8 ملايين 10 ملايين جزائري، كل واحد يدخل 1 باوند 10 يو نو بيج موني.
إذا يا أخي صالح أنتم تهددون يعني بوقفات أخرى واحتجاجات أخرى إن لم تكن هناك يعني تجاوب من طرف السلطات المعنية. نعم يا أخي وهو كذلك، يعني هذه مطلب شرعي وكما تعرف أنت القوانين تسمح لنا بذلك، وفي أشياء أخرى يا أخي كما تصور أنت يعني قلت لك الأمور تصور أنا حادثة إذا قرأتوها يعني هنا في صراط واحد حوادث فيما يخص الخطوط الجوية الجزائرية. قضية كوفنتري كانت يوم 12-21 ديسمبر الناس يذكرها 1994، يعني سقوط طائرة بكوفنتري نعم 737 جايبة بقري ولا غنم في ذاك الوقت، يعني تنزلوا بالخطوط الجوية الجزائرية بملك الشعب يتاجروا به، ما يعرفش واش يبيعوا به، يدوا به البكري من هولندا الانجليز كارينها الناس، وحنايا امورنا يستفادوا من الناس خرين، وخلي كاين امور كثيره لا قبل اتكلم على الخدامين هنا اللي يخدموا هنايا، الناس اللي حبينا احنا طلبنا توفير ونطالب ونؤكد بتوفير عمال يعني مراسب عمل الجزائريين اللي هنا، يعني اولادهم زايدين هنا عندهم بناتهم زايدين هنا، ماذا بينا يوظفوا جزائريين بما انهم مزدوج جنسيه بريطاني جزائري ويتكلم لغه البلاد. تصور انت يجيك شيخ ولا عجوز من البلاد ما تجيب له واحد ما يتكلمش لغته، تجيب له يتكلم بلغه اخرى ما يفهمش لغه الدارجه، كان جزائري كبير ولا صغير ما يفهمش يهضر غير بالعربيه الدارجه، ما يهضر لا انجليزيه ولا فرنسيه. لذلك اوضح المسؤولين في الجزائر يعتبروا لا ياخذوا النقطه بجديه، هذه من بين المطالب. كذلك اخي اذا قال لك الناس يقول لك يا ودي هذه ديسكريميشن وهكذا ما عندها حتى علاقه، قال يا ودي الجاليه داروا بيتيشن وهذا الجزائريين راهم بريطانيين هنا كذلك، بريطانيين جزائريين. اخي صالح نقطة أخيرة يعني فيما يخص جثمان الموتى الخاص بالجالية الجزائرية، يعني ما هناك مطلب يعني ماذا طالبتم؟ والله احنا يعني بيني وبينك الوزير كي جاء الوزير السابق انذاك يعني قال أي جزائري، نتكلم على الوزير السابق وزير الجالية السابق، قال اي جزائري مات هنا وظروف ما عندوش ظروف ماديه ما عنده حتى يعني مدخل تتكفل الحكومه الجزائريه بنقل جثمانه الى الجزائر، بينما الناس الخدامين يديروا لهم لاسورونس هذيك مع الشركه الجزائريه وكذا الجزائريه للتامينات يعني يخلص 35 يورو في العام، احنا ما شفنا لحد الان ما شفنا لا 35 يورو لا باطل، الناس ماتوا الناس سمت لهم بايط واتصل واحد لاخ باي يخلص باي يكون يعني ممبرشيب يعني اشتراك في هذا تاع 35 يورو راح لفرنسا، قال لك انا كيف نعيط منا باي نهضر مع شركه فرنسويه يعني ما فهم والو. الان المشكله مش هكذا، مطالب طرحناها مطالب وضعناها للمسؤولين سلميه اجتماعيه، حابين هذه المشاكل ينظروا فيها عينهم هذا السياسه بروكلاج يا اخي ماكش قادر تخدم، خلي الناس المسؤولين خلي الناس يقدروا يخدموا البلاد فولونتير، قادرين الشعب الجزائريين مثقفين متعلمين يخدموا بلادهم فولونتير يا اخي، تفاهم هذا السياسه بروكلاج كلش علاش؟ يعني يخدموا بدون اجر. خويا صالح الناشط الاعلامي بالفيسبوك نشكرك جزيل الشكر. ناخذ مكالمه اخرى، مصطفى من لندن تفضل يا اخي. فقدنا مصطفى من لندن. مشاهدي الكرام كما قلنا لماذا لا يتم توحيد اسعار التذاكر ما بين لما تم توحيد اسعار التذاكر ما بين شركه الطيران الوصيه وهو وفاق تجاري اعتبرته الجمعية مشبوها ولا يخضع لمبادئ المنافسة، وكيف لا وقد حرم ولا زال يحرم الآلاف الجزائريين بالالتحاق بعائلاتهم من وإلى الجزائر خاصة في العطل والمواسم الدينية، ولما لا نحذو حذو جيراننا المغاربة والتوانسة الذين يدفعون ثمن مرات أقل مما يدفعه الجزائريين. نأخذ مكالمة نريمان من ألمانيا أظن. ألو السلام عليكم. فضلي يا أختي. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نشكركم على هذه الحصة وكما كنا نشوفوا دوكا قاعد كما يطلع عليها صح. نعم. عندي بيان اللي جيت من الجزائر. نعم. كما قلنا بون في الطيارات ما كاين والو، كراسي مكسرين، ما كاين حتى حاجه اللي تقدر تهضر عليها باللي هذيك طياره، وكما نقولوا الاسعار كيف كيف.
فقدنا نريمان، نرجو أن تتصل مجددا. لدينا متصل آخر من فرنسا، كمال تفضل يا أخي. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. اسمعني معايا الأخ يعني ألو السلام عليكم. ولا استنى شوية. لا تفضلك على المباشر، نقص في التلفزة أخي تفضل. حبيت على المداخلة نتاعي. نعم تفضل لك على المباشر يا أخي كمال. أيوة حبيت نقول لك يعني حبيت المداخلة نتاعي تكون على الترونسبور نتاع الجزائر، سواء في البابور ولا في الطيارات. نعم عندنا مشكل كبير. الجالية الجزائرية في فرنسا، واحد الخطرة باش نرجعوا من الجزائر باش نرجعوا هنا لفرنسا، جينا لقسنطينة على الوحدة نتاع الليل، قالوا لنا الطيارة على الوحدة نتاع الليل. من الوحدة نتاع الليل وحنا استنينا حتى الغدوة هذيك التسعة نتاع النهار وحنا في المطار والناس بالعائلات والولاد صغار، والله الإنسان لو كان يجي يعني يطلع لنا كارثة كبيرة في المطار نتاع قسنطينة. نعم. هذه حاجة الأولى. حاجة ثانية، واحدة كيما قالوا جماعة نتاع اللي دخلوا من قبل وتحدثوا على لي بري والأسعار هذه اللي هي يعني تحطم الرقم القياسي العالمي. نعم. تخيل يعني واحد عنده ربع أولاد وهو والعائلة نتاعو باش يدخل البلاد في الصيف راح يسميك 4000 أورو، 3500 أورو. انضمينا في واحد أكثر من 500 واحد ورحنا للقنصلة نتاع ليل هنا في فرنسا في الشمال نتاع فرنسا، درنا المينفستاسيون ثم حتى خرج علينا الكونسيل وقالنا ديروا التقرير. كتبنا تقرير مضينا فيه أكثر من يعني من 100 واحد اللي مضى في التقرير هذاك، وقالنا راح نرجع لكم بالأخبار وإن شاء الله تكون مداخلة قوية من طرف يعني القنصلة والسلطات اللي كانوا يعني هنا في الشمال في فرنسا. من هذاك النهار مدة 4 سنين ذوق ما كانش واحد ردنا بالخبر، والأسعار بقات ديما هي. نعم. والله يعني كارثة كبيرة، سواء ترونسبور نتاع البابور ولا نتاع الطيارة. احنا ما فهمناش، عندنا ممثلين اللي راهم في البرلمان من حقهم باش يهضروا علينا ويدافعوا علينا، ولينا اصبحنا يعني ما عندنا حق لا في فرنسا لا في الجزائر، ولا يعني احنا الجاليه الجزائريه في الخارج، والله تقول يعني ما عندناش حق في الكره الارضيه. خلاص هنا مغتربين وفي بلادنا مغتربين، يعني ما فهمناش وين راح نتجه ولا نهضروا ولا كاش واحد يعطينا حق. نشكرك جزيل الشكر يا اخي كمال. ناخذ نور الدين من الجزائر، تفضل يا اخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. هذا الشخص يقول لي ماشي بروبليم، ماشي غير في الطيارات برك، بروبليم انا في الجزائر في الترونسبور كاعيتي، كاين كيما طرحت كيما كاين صحتي وهذا تحتي وهذا لي زاري لي غير بلاد ما يقدرش كاع يريسبيري في التوكسيك، هذوك لابيشري تاع الحوت هذوك تما رامين حاشاك الزبل تاعهم تما تريح في لاري لا ما تنجم تريح فوق 4 ساعة. بروبليم في الترونسبور، بروبليم تاع كيما قلت تاع البابور، تروح تدخل تروح منا المغرب 3 ملايين، منا المغرب 3 ملايين يخلص. فقدنا نور الدين، ناخذ مكالمة أخرى من لندن. محمد تفضل يا أخي. محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. صحيح تمشي تمور. أخيرا مشي تمور، سميك تليط. لا لاباس الحمد لله. ها ودي اش غير غنضحكوا في الناس في الجيري. احكوا ياه. اش الناس وتسلحي نارا نتخلص في الراونسن نخلصوا على أولادهم خو عبالك يرحم بابا كيف راح واحد صاحبي راح يشري وسمو راح يشري بيي ب 400 قالوا له 450 ألف. نعم. ها ماشي عجب ماشي ذل عجب. ها باه نروح بها ناوينا الثمورثة بها تحضر الثمورثة تونس 145 ألف 145 ألف يوبيين
اي غير محمد علاش اي ما علاش باسكو ماشي دير كازن ماشي رجال وكان جاوا رجال يحقروا في شعبهم يحقروا 200 يا حنباباك شحال لي بينوتي خلصوهم شحال من الاخر له ودران هذوك علاه ولادهم يروحوا باطل فان ميرثا محمد ناخذ اخر مكالمه رشيد من فرنسا تفضل يا اخي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله تعالى داير خويا عادل لاباس الحمد لله هذا الشيء قال خويا عادل نعم هذا الشيء قال اللي راهم يقولوا فيه كاين شي صوالح ملاح وكاين شي صوالح بزاف دوك هما كيهضروا على المغرب المغرب عاد عندهم الطريق والسيد كيروح عنده ولاده اربعه ولا خمسه يديهم معاه ويخلص 300 ولا 400 راه يدير له طروط يولي من ليسانس وكل شيء ما يلحقش المغرب مسكين حتى بالبياج يولي في 300 نشكرك جزيل الشكر يا اخي الافاضل نشكرك يا اخي رشيد مشاهدي الافاضل دار موضوعنا اليوم حول الوقفه التي قامت بها الجاليه الجزائريه امام مقرات الخطوط الجويه في الخارج للتنديد بممارسات الشركه التي وصفت بالابتزازيه والطرق الملتوي التي تنتهجها الشركه للاحتيال على زبائنها بابرام اتفاقيات مع شركات طيران موازيه لتوحيد اسعار التذاكر التي وصفت بالغاليه وكذا لتحسين الخدمات وتوظيف أناس من الجالية لتسهيل عملية الاتصال بالزبائن عوض اللجوء إلى أجانب لا يتكلمون لغة الجزائريين وهددوا باعتصامات أخرى إنهم لم يجدوا آذانا صاغية تستجيب لهذه المطالب إلى هنا سيدتي وسادتي نأتي إلى نهاية هذه الحصة وعلى أمل اللقاء بكم في مواعيد لاحقة تقبلوا مني مشاهدي الأفاضل أزكى التحيات